اف ام مافيان. مشاهدينا اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من بلدة تي يلي رح يعرفكم اليوم على بلدتين مش وحده. نحن موجودين بغابه بولونيا وطن مروج يلي بيرتفع عن سطح البحر بحدود 1250 متر وبيبعدوا عن العاصمه بيروت بين 30 وال 35 كيلومتر. ولمزيد من المعلومات عنهم تابعونا. استاذ جورج كفوري رئيس بلديه غابه بولونيا ووطن مروج، اهلا وسهلا فيك ببرنامج بلدتي. اهلا وسهلا فيكم ببولونيا. بولونيا الضيعه اللي بترحب بكل العالم. كيف العالم اللي مثل افضالكم اللي جايين يضووا على ضيعتنا ويفرجوا للعالم قدي بولونيا حلوه وقدي بولونيا مهمه بالحياه الاجتماعيه بالحياه الطبيعيه. بالنهايه لبنان اجمل بلد بالدنيا وبولونيا اجمل بلده بلبنان. بالبداية رئيس منحب نعرف المشاهدين أكثر عن هالبلدتين وكيف انضموا لبلدية واحدة. لبلش خبريك بولونيا وين بتصير. بولونيا بتصير بأعالي المتن الشمالي، كناية عن غابة كتير حلوة بتتميز بقصورة ببيوت الأرميدية، وما بدي أنسى أنه بتتميز بشعب الطيب. أول شي بعتز كون ابن هالبلدة، تاني شي بعتز أنه كون رئيس بلديتها، لأنه المحبة اللي عطيوني إياها أولاد ضيعتي هي أهم شيء أنا بحبه بحياتي. هني بيقولوا لي بضيعتي بمثلوني بيقولوا بولونيا عشق الدايم للرئيس. هني كمان عشق الدايم ولاد بولونيا مثل ما بولونيا هي عشق الدايم. قد بتبلغ مساحة هالبلدة وقد عدد سكانها؟ بولونيا 2.1 هكتار يعني شيء 21 كيلومتر مربع. عدد سكانها تقريبا شي 6000 نسمة، المنتخبين فيها شي 850. رئيس في قصة تاريخية عن اسم بولونيا، خبرنا عنه وخبرنا عن أصل اسم المروج. بولونيا قبل ما تبلش باسم بولونيا كان اسمها القطارة، لأنه في ضيعة حدنا اسمها مرجبة. هيدي الضيعة غنية بالحديد وبولونيا كانت غنية بصنوبرها الشاهق. صاروا يجيبوا الحديد من مرجبة يقطروه عنا ببولونيا، يعني يولعوا النار تحته ويدوبوه، هي كل أيام الانتداب الفرنسي، وياخدوه لواح حديد على فرنسا. أيام الانتداب كان عنا مندوب فرنسي سمى بوادو بولوني لأنه كانت هي شبيهة لبوادو بولوني بفرنسا، يعني هي ضيعته كان ابن بوادو بولوني بفرنسا وساقبت خدمته كأنه وزير للسياحة كان عنا بلبنان. سميها بوادو بولون لأنه بتشبه بوادو بولوني كتير اللي هو خلقان فيها بفرنسا. بالنسبة لوطن روج أيام المتصرفية كان في عنا متصرفية جمال لبنان 1864 كان اسمها مزرعة الوطن. 1961 سميناها وطن مروج وضميناها ضمينا وطن مروج لبولونيا بناء لطلب أهلها، يعني أولاد وطن مروج هن طلبوا أنه يصيروا بلدية واحدة، بلدية بولونيا وبلدية وطن مروج. بتنغرم بهالبلدة من أول ما تلمح مدخلة، وبينشرح قلبك لما تطل قدامك أول شجرة صنوبر من شجرات غابتها الساحرة، واللي بخليك تنغرم فيها أكتر الحديث اللذيذ والحماس اللي بتحسه لما تسمع حكي رئيس بلديتها المهندس جورج كفوري اللي بيعتبر بولونيا الحبيبة الغالية وبيوصفها بلؤلؤة المتن والجوهرة النادرة. رئيس عرفنا وعرف المشاهدين أكثر عن غابة الصنوبر ببولونيا. بسنة 1942 تنحافظ على الغابة وتنقدر بذات الوقت تصير بولونيا ضيعة سكنية العالم يقدروا يعيشوا فيها، طلعنا مرسوم الـ NE. مرسوم الـ NE قسم بولونيا لمربعات، كل مربع 2000 متر. 2000 متر حافظنا بذات الوقت على الصنوبرات ما يقصون لأنها مساحة كبيرة تقدر تعمري منها 15% 45% 3 طوابق، يعني من 2000 متر فيك تعمري 150 متر.
حافظنا بذات الوقت على الغابة ما سمحنا يقصوا سنوبر بمساحة كتير كبيرة 2000 متر، وبذات الوقت خلينا العالم تيجي تقدر تشتري ببولونيا ويصير عنا قرية. يعني بسنة 52 أنشئت قرية بولونيا، بسنة 53 أنشئت بلدية بولونيا، ب56 صار عنا أول شبكة صرف صحي، ب59 حددونا بولونيا. طلعت الدولة اللبنانية وزارة الداخلية قالولنا بحدكم من الشمال من الجنوب عطونا نقط بولونيا. حكينا كتير عن بولونيا، خبرني شوي عن وطن المروج. وطن المروج وطن أساساً نحن عقارياً ما عنا شيء عقارياً اسمه بولونيا. إذا بتطلع على سجلات بيوتنا لكلها، وأنا كمان كرئيس بلدية الضيعة أنا ابن وطن المروج، كل شيء عقارياً اسمه وطن المروج. كنت عم خبرك عن وطن المروج إنه أيام المتصرفية جبل لبنان بسنة 1864 كان اسمها مزرعة الوطن. بهيديك الأيام صار في خلاف بين وطن المروج وبين المروج، اقتطعوا شقفة أرض كتير كبيرة من وطن المروج ضموها للمروج. ضيعت كانت شقفة أرض منا أهلي بالسكان، أخذ على خطرهم أولاد وطن المروج وصار فيه مثل أنه عتب على بلدة المروج. بالنهاية نحن ما كان في بلدية، كانوا بلدية وحدة اسمها بلدية المروج بتضم المروج ووطن المروج. بهيدا الغلط اللي صار سنة 1864 ضلوا الأهالي أخذ على خطرهم ويحضروا أنه ما بقى بدهم يكونوا هن ملتسقين بالمروج. بسنة 1961 بهمة القاضي نجيب الكفوري تم ضم وطن المروج لبولونيا بناء لطلب ولاد بولونيا. صار بحق لك ضيعة وطن المروج تنضم لبلدية تانية بالقانون، مضيوا كلهم وأخذنا قرار وطلع مرسوم من الدولة اللبنانية بضم وطن المروج لبولونيا. بقع بلدتي وطن المروج وغابة بولونيا بقع عالي المتل الشمالي، تتميز ببيوتها الأرميدية الفخمة وقصورها الرائعة. تعتبر من أجمل بلدات المتن وبتتميز بمناخها المعتدل يلي بيجذب السواح والوافدين.